كيف كان أنين الحسين عليه السلام من نكبات الدهر؟ لقد أصيب بأبي هو وأمي بنكبات كثيرة وانتهت باستشهاده بتلك الصورة الوحشية الفظيعة. هذه الأبيات ليست أبيات شاعر من الشعراء، إنها أبيات الحسين عليه السلام. هو من نظمها، وهو الذي كان يرددها تعبيراً عما في قلبه، عما في صدره، من غصص، من آلام. إنه أنين الحسين، فاستمعوا إليه. يقول: يا نكبات الدهر دولي دولي. يقصد: تقلبي علي. إنه يستقبل هذه النكبات ويقول مخاطبا لها: تعالي وتوالي علي. يا نكبات الدهر دولي دولي، وأقصري إن شئت أو أطيلي. رميتني رمية لا مقيل، بكل خطب فادح جليلي. وكل عبء أيد ثقيلي، أول ما رزئت بالرسول، أول رزق الحسين برسول الله صلى الله عليه وآله، أول ما رزئت بالرسول. وبعدين: وبعد بالطاهرة البتول، والوالد البر بنا الوصول، وبالشقيق الحسن الجليل، والبيت ذي التأويل والتنزيل، وزورنا المعروف من جبريل، فما له في الرزق من عديل. ما لك عني اليوم من عدولي؟ يخاطب نكبات الدهر، يقول: ما لك عني اليوم من عدولي؟ وحسبي الرحمن من منيلي. نكبات توالت على سيد الشهداء طوال حياته إلى أن قتلوه. كيف استطابت أنفسهم أن يقتلوا سبط النبي صلى الله عليه وآله، ويقتلوا عياله وأطفاله، ويسبوا نساءه بهذه الصورة الوحشية القاسية؟